أهلا بكم مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة تأتيكم من قناة المغاربية في من المشهد. سيكون الجزء الأول مخصص لمتابعة الوضع الوبائي وأثره على التعليم وعلى الاقتصاد والأثر الصحي كذلك في المغرب. أما الجزء الثاني سيكون مخصصا للموضوع الرياضي والمشاركة العربية في كأس إفريقيا. الجزء الأول كما قلت عن المغرب، فقد تأجلت الامتحانات الجامعية لمنتصف الموسم الدراسي في عدد من مؤسسات التعليم العالي في المغرب بعد اشتداد وتيرة مقاطعتها بداعي ضيق مدة الاستعدادات وتفشي فيروس كورونا بقوة. وبحسب مصادر صحفية فقد اضطرت مجموعة من الجامعات إلى الاستجابة لاحتجاجات الطلاب، فيما يستمر مطلب تأجيل الامتحانات في مؤسسات جامعية عديدة ذات الاستقطاب المحدود. وكان وزير التعليم العالي قد دعا المؤسسات الجامعية للاستعداد لاعتماد التعليم عن بعد تحسبا لأي تطور سلبي محتمل في حالة الوباء في المغرب. نناقش اليوم أسباب التأجيل وأثره على السنة الجامعية وما هي وسائل التدارك، كما نناقش كذلك أسباب أو أثار هذه الجائحة على الاقتصاد في المغرب وكيف يمكن مواجهتها تعليميا اقتصاديا وكذلك صحيا. معي من المغرب الأستاذ محمد الذهبي الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن، ومعي كذلك من الرباط الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم الدكتور الأستاذ يوسف علكوش، وكذلك من الرباط الباحثة في الشؤون السياسية الأستاذة شريفة لموير. مرحبا بكم ضيوفي الكرام. أستاذ يوسف علكوش الكاتب العام للجامعة الحرة، أبدأ معك هذا الحديث. بداية، هل الأسباب المطروحة الآن من قبل الطلبة والمتعلقة بالوضع الصحي وعدم التمكن من مواصلة الدروس أو حضور الدروس أو الاستعداد للامتحانات، هل هي برأيك أسباب كافية وهي الوحيدة التي تقف وراء هذه الاحتجاجات والمطالبة الطلابية بتأجيل الامتحانات واللي حصلت في بعض الجامعات، أم أن هناك ظروفا أخرى وأسبابا أخرى هي التي تدفع لذلك؟ في البداية شكرا على الاستضافة. مرحبا بك. أكيد بأن الجائحة الآن داهمت العالم بأسره ولم تعد الآن حالة استثناء، لأن مررنا من حالة استثناء إلى حالة التعايش، لكن مع المتحورات الجديدة وتطور الفيروس بالفعل أربك كل الحسابات وكل القطاعات، ولم يسلم بذلك قطاع التربية والتكوين من التعليم المدرسي إلى التعليم العالي. كان ملزما حفاظا على الصحة وسلامة الطلبة والتلاميذ أن تتخذ إجراءات لا نعتبرها متسارعة، ولكن إجراءات تتغير بالدرجة الأولى الحفاظ على السلامة الصحية لكل الأطر التربوية وأيضا للطلبة والتلاميذ. وبالتالي فالدواعي تبدو جد منطقية باعتبار أن السلامة تأتي في المقام الأول قبل التحصيل الدراسي وقبل الاقتصاد وقبل أي مجال من المجالات. وبالتالي لا يمكن لأي أحد أن يتكهن الآن المسار تحور الفيروس وتطوره باعتبار أن الجامعة والمدرسة كلها تعتبر نواة صغرى من تطور الحالة الوبائية ببلادنا بالمغرب. وبالتالي كانت إجراءات تركت فيما بعد إلى رئاسة الجامعات، ولكن في البداية كان من الضروري أن يكون السباق من خلال قرارات تمنع بذلك يعني مواصلة الدراسة حضوريا، على أساس أن الهاجس الأكبر هو الحفاظ على الصحة والسلامة. سيدة شريفة الموير، هل هذا السبب كافي برأيك؟ بداية يجب يعني الحديث بالكثير من الواقعية حول هذه النقطة، نقطة تأجيل الامتحانات. مما لا شك فيه وهو قد لا يختلف معي يعني الأستاذ، أن
الطلبة في المغرب مسألة تأجيل الامتحانات هي لم تكن خاضعة، يعني ليست حالة استثناء اليوم تأتي بها جائحة كورونا. طلبة يعني في مختلف الجامعات المغربية دائما ما كانوا يلجؤون إلى بعد يعني بالحوار مع إدارة يعني الكليات إلى طلب تأجيل الامتحانات نظرا لظروف معينة، أهمها ضيق الوقت الذي كان يفصل بين التهيئ للامتحانات والتواريخ المحددة. اليوم ونحن يعني نرى على أن تم تأجيل هذه الامتحانات فهي بطبيعة الحال هي يعني خطوة تعتبر لا تعتبر استثناء، لا تعتبر يعني توضح مدى تفاقم الوضع كورونا في المغرب، لأن الجامعات المغربية طالما عرفت يعني تأجيلا وتمديدا لأوقات الامتحانات. اليوم المغرب نعرف على أن جائحة كورونا كما قيل أنها يعني هو وضع عالمي، ليس وضعا خاصا بالمغرب. نعم. المغرب انخرط في مختلف نعم نعم تفضل انخرط في استاذة. نعم مختلف نعم انخرط في مختلف الإجراءات التي يرى على أنها قد تحد من انتشار هذه الجائحة ومن تأزيم الوضع أكثر. لذلك فخطوة تأجيل الامتحانات أو اتخاذ أيضا امتحانات عن بعد كبادرة أو كخطوة إضافية يمكن من الجامعة المغربية اللجوء إليها في القادم من الأيام إذا ما بقي الوضع على ما هو عليه. لذلك فالجامعة المغربية اليوم كما قيل أنها سلمت المواطن المغربي وضعته فوق كل اعتبارات. لذلك فمن غير المفاجئ أن نرى على أن الامتحانات أيضا قد تجرى عن بعد، وقد أيضا يعني منحى العديد من الإجراءات الأخرى التي قد تكشف عنها الحكومة والوزارة الوصية. طيب أستاذ علكوش، يعني ما تأثير بداية هذا التأجيل وإمكانية أو المقترح المطروح الآن اللي هو إجراء الامتحانات عن بعد؟ هل سيكون بنفس المستوى، بنفس القوة وبنفس الأهمية؟ بيداغوجيا لا يمكن أن نعتبر أن التعليم عن بعد وامتحانات عن بعد تؤدي نفس الدور. أولا هي كما قلت تجربة استثنائية في التعليم عن بعد وأيضا في الامتحانات عن بعد. بعض المؤسسات ذات الاستقطاب محدود تمكنت فعلا تمكن الطالب من تصديق المجزوءات وأيضا من متابعة الدراسة بعدما أغلقت بعض المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود، وتمكنوا من جهاز الامتحانات. ولكن الحقيقة هو أن الصعوبة التي تكمن في مستويات عدة، المستوى يعني التمكن أو التملك الوسائل التكنولوجية وأيضا إمكانيات البشرية وأيضا ظروف أخرى موضوعية تتعلق بالمستوى كل أسر والتفاوتات وغير ذلك. لكن هذا حل ضروري لمواصلة يعني التعلم والدراسة وأيضا عدم تعطيل السنة الدراسية، لأن الجائحة لن تمهل المواطن المغربي في كل مراحل الحياة أن يتهيأ بشكل كافي لمواجهتها، لأنها دهمت كما قلت في السابق الجميع. ولكن ننوه بذلك المجهودات الاستثنائية والغير مسبوقة للأطر التعليمية والإدارية بالجامعات المغربية والمدارس وأيضا السلطات الصحية والسلطات الترابية التي تهيئ الأجواء من أجل ضمان كل هذا. لكن يبقى المجهودات الاستثنائية التي قامت بها السلطات المغربية والصحية والترابية وأيضا الخيرات الواعي والمسؤول الطلبة والأطر التعليمية في التلقيح ساهم بشكل كبير في الحد من جسامة الأضرار للجائحة على المستوى طيب التعليمي. أستاذ يوسف، يعني هل الجامعات المغربية جاهزة لهذا الأمر، تعليم عن بعد، إجراء الامتحانات عن بعد، تقنيا فنيا لوجستيا؟ قلت بأن الجاهزية لم تكن يعني في المستوى العالي، على اعتبار أن التعليم لا يتم إلا بشكل تفاعلي، جودته مرتبطة بالتفاعل.
الدرس الكلاسيكي إن صح التعبير يكون هو الأفيد، هو الذي يضمن التفاعل، هو الذي يضمن حسن التحصيل الدراسي. لكن تقنيا هناك مجهودات تبذل على مستوى كل الجامعات، وأيضا هناك مجهودات فردية للأساتذة الذي يعني قاموا بالتصوير بشكل مباشر للدروس، وهناك التقنيات المعتمدة المعمول بها. لكن حتى نكون أكثر واقعية، ف يعني الطفرة التكنولوجية التي المفترض أن تكون يعني بالجامعات وأيضا للمواصلات لا تعد أن تكون يعني في بداية التجربة، تحتاج أكيد للتقييم وتحتاج أكيد للدعم حتى تطلع بالمسايرة التكنولوجية، لأن الأمر يتعلق بترتيبات وبإمكانات يجب أن تصفها نعم على الجامعة نعم، وهي لم تكن مستعدة من أجل الانتقال بشكل مباشر إلى التعلم واضح الإلكتروني إن صح التعبير. على كل واضح أنه في كل حالات برغم ارتفاع الحالات في المغرب وفي أكثر من بلد، إلا أنه الموجة هذه آيلة نحو الانحسار رويدا رويدا. أثرها ليس فقط على التعليم ولا على التمدرس حتى في المغرب، لأنه مش فقط الجامعات أغلقت، حتى مدارس، عشرات المدارس أغلقت بسبب هذا الوباء. لكن الوضع كذلك الاقتصادي في المغرب تأثر كثيرا بسبب الجائحة كما هو معلوم في كل بقاع الدنيا. الأستاذ محمد الذهبي، ورحب بك مرة أخرى، الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن، الوضع كيف هو الآن؟ يبدو أنه يعني هناك شيء من عدم الرضا، الاحتجاج خاصة في قطاع السياحة ربما، أو الذين يشتغلون في هذا القطاع، لأنه الفترة هذه عادة تكون فترة سياحة وبالتالي مدخول إضافي. لكن يبدو أن هناك تضررا وهناك احتجاج على عدم قيام ربما الحكومة بما يكفي وما يجب لمساعدة المتضررين بسبب هذه الجائحة. كيف هو الوضع تحديدا هناك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية سنشكركم على الاستضافة. مرحبا بك. لابد اليوم أننا بغينا ندويو على نتكلموا على يعني الجائحة ديال كورونا وانعكاسها السلبي على الاقتصاد المغربي. لابد أننا نذكروا بأن المغرب اختار واحد الوضع اللي بالفعل أنه كان واحد اختيار شوية. اختار أولا صحة المواطن قبل الاقتصاد، وهذه العملية ديال الاختيار هو اختيار صعب، لأنه قد تكون عنده عواقب ديالو على الاقتصاد المغربي. وكانوا المغاربة أنهم يعني الاقتصاديين بجميع فئاتهم كانوا تستحضروا على أساس أنه هذا الاختيار غادي يكون عنده واحد الوقع سلبي على الاقتصاد المغربي، ولكن كان اختيار صائب، لأنه بالفعل أنه من خلال هذا الاختيار استطعنا أننا على الأقل نحافظ صحة المواطن، حاولنا ما أمكن أنه ما تكونش الخسائر البشرية بشكل كبير مقارنة مع مجموعة والأخرى، وبالتالي أنه الاختيار ديالنا كان اختيار صائب. الانعكاس دياله بالفعل أنه كان انعكاس سلبي على الاقتصاد المغربي، خصوصا على المقاولات الصغرى والجد الصغرى والمتوسطة، لأنه بالفعل أنه هاد المقاولات يعني تعرضت لمجموعة ديال الخسائر والخسائر الجزيلة. لابد أننا اليوم نستحضروا جميع القطاعات المتضررة من هاد الوقع ديال الجائحة، اللي هو القطاع التجاري، القطاع ديال الصناعة التقليدية، القطاع السياحي. كيف تنعرفوا جميع أنه المغرب من ضمن القرارات اللي كان خدا باش يحد من انتشار ديال الوباء ديال كورونا هو إغلاق الحدود، وبالتالي من تيكون إغلاق الحدود لابد أنه تيكون انعكاس على واحد القطاع اللي هو أساسي ومهم، وهو القطاع السياحي، لأنه يعني بالفعل أنه قطاع سياحي اللي هو مرتبط بالصناعة التقليدية، مرتبط بمجموعة من القطاعات داخل القطاع السياحي اللي هو القطاع الفندقي، القطاع ديال المرشدين، القطاع ديال النقل السياحي، القطاع ديال وكالات الأسفار، واللي بالفعل خصنا نعرفوا بأن هذه وكالات الأسفار والفنادق تكون عندهم ارتباطات وبرامج اللي بالفعل تتكون برامج سنوية، وبالتالي أنه
من الجائحة كانت عندها وقع، واحد الوقع اللي هو يعني كان مفاجئ، وبالتالي أنه اضطر هذا القطاع هذا أنه يعرف واحد مجموعة ديال الخسارات بسبب الحجوزات اللي كانت من قبل وتم الإلغاء ديالها، بسبب واحد مجموعة الالتزامات اللي هي أساسية ومهمة. ابقى معي أستاذ محمد، أعود إليك بعد قليل لأن أود أن أخذ رأي الأستاذة شريفة في هذا الموضوع تحديدا. ما رأيك سيدة شريفة؟ طبعا هي كانت ربما مفاجئة للكثير، لكن الآن أكثر من سنتين يعني، والمفروض أن يقع وضع خطة للتدارك أو خطة على الأقل لاستيعاب ومساعدة التجار الصغار التجار والذين تضرروا، القطاع السياحي كذلك التضرر. لماذا هذا العجز؟ هل هو غياب رؤية أم الظرف كذلك الاقتصادي والمالي للمغرب يحول دون العناية الاقتصادية والمادية بالمتضررين من صغار التجار خاصة في المغرب؟ بلا شك فإن قرار تعليق الرحلات الجوية يعني على المستوى يعني بشكل نهائي سيدة شريفة. سيدة شريفة هذا نعم انقطع قليلا الاتصال، تفضلي واصلي لو سمحت. نعم قلت على ان اعتماد المغرب لتعليق رحلاته الجويه هو قرار كان له اعتبارات صحيحه، خاصه وفي مساله يعني ظهور متحور جديد، لكن اعتماد يعني تمديد هذا التعليق هو نلمس فيه الكثير من الارتجاليه، خاصه ان هذا القرار جاء للحد او للوقوف دون الوصول المتحور اوميكرون للمغرب اليوم، ونحن نرى على أن هناك حالات تم اكتشافها لمرضى بهذا المتحور الجديد، ونرى أيضا على أن الأعداد المصابين بهذا المتحور الجديد هي ليست أعدادا مهولة، في حين نجد على أن حتى الدول العالمية أعداد المصابين يعني فاقت الآلاف، لذلك فتنكير العمل بهذا القرار لا نجد له أي داعي. يعني أن حتى بالتزامن مع الاكتشاف حالة يعني متحور الأوميكرون يعني رافقها العديد من الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة المغربية والتي يلتزم بها المواطن المغربي. اليوم عوض الحديث عن تمديد تعليق الرحلات الجوية، من الواجب على الحكومة المغربية إنقاذ قطاعين من أهم القطاعات التي يعني تعرف نشاطات وانتعاشات موسمية، قطاع السياحة الذي تضرر كثيرا بهذا الإغلاق، وأيضا قطاع الصناعة التقليدية الذي هو قطاع غير مهيكل، قطاع يعرف العديد من المشاكل، يعرف يعني العديد من يعني الأزمات التي يعني حاول الصانع المغربي النهوض بهذا القطاع، لكن واقع الحال يثبت على أن الحكومة المغربية بحاجة للتعامل يعني بشكل مسؤول مع هذا القطاع. قطاع السياحة اليوم الذي نرى على أن هناك العديد من يعني المؤسسات السياحية التي أغلقت، العديد من العمال الذين فقدوا وظائفهم أيضا، والحكومة لم تقم بأي إجراءات في هذا الصدد. أيضا نعلم على أن هناك شركات يعني جوية أوقفت العمل، أوقفت رحلاتها إلى المغرب بشكل نهائي. كل هذه يعني المستجدات لحد الآن الحكومة لم تتعامل معها ولم تقم بأي إجراءات جديدة للحد من تأزيم هذا الوضع. طيب سيدة شريفة أبقي معي، أعود لك بعد قليل في سؤال ختامي لو سمحتي. مشكورة. أود أن نشر كذلك سيد يوسف. أستاذ يوسف، ما رأيك بعيدا عن التعليم وعن الجامعات، الوضع بصفة عامة، هل الحكومة
الحالية خاصة حكومة السيدة خنوج، هل تعاملت معه بالشكل المناسب؟ كانت هناك برأيك خطة واضحة على الأقل تستفيد منها القطاعات بالأساس اللي هي تشغل آلاف عشرات مئات الآلاف من المغاربة، على رأسها قطاع السياحة، المهن الصغرى كذلك والمتوسطة؟ هل هناك فعل استراتيجية واضحة بالنسبة إليك كمراقب فيما يتعلق بمواجهة فيروس كورونا بعد مرور أكثر من سنتين على هذه الجائحة؟ والمفروض أن الحكومات في العالم تكون قد أخذت الدرس وبالتالي استعدت لهذا الوباء. لكي نكون منصفين وموضوعيين، نعم، لا يجب أن نأخذها في السياق السياسي الذي عرفه المغرب والانتخابات، أي توقف حكومة وأخذ وتزكية حكومة أخرى. وبالتالي يوم أمس فقط كانت 100 يوم عن يعني عن تنصيب الحكومة الجديدة، لكن مفروض أن تكون هناك معالم استراتيجية بطبيعة الحال، ولا يمكن أن نبرر تضرر يعني الإسعاف إن صح التعبير بعض القطاعات الحيوية، وأخص بالذكر بأن قطاع السياحة وقطاع النقل ومجموعة من القطاعات التي تضررت بفعل الجائحة، وأيضا العمال الذين يرتبطوا يعني عملهم باقتصاد غير مهيكل، كل ذلك مناحين اقتصادية محددة التي تعيش مع قطاع السياحة، وهي قطاعات أيضا غير مهيكلة كالمرشدين السياحيين وغيرهم، لتضرر بشكل مباشر. وأيضا نجد بأن الإجراءات لم تكن في يعني الأيام الأولى بها كثير من التواصل، أي غاب التواصل في واحد مجموعة اللحظات، وانتظر يعني القطاعات الحيوية مجموعة من القرارات أن تفسر من طرف الحكومة، إما أن يكون دعم، حتى أتى يعني في الأيام الأخيرة تصريح لدعم قطاع السياحة ودعم قطاعات أخرى، لكن يبقى التواصل هو الأفية، التواصل المباشر مع المهنيين ومع العاملين بالقطاع هو الأفيد للخروج من الأزمة. لا أحد ينكر بأن الكورونا خلفت أزمة يعني اقتصادية في مجموعة من القطاعات الإنتاجية، لكن لتجاوزها يجب أن تكون هناك تدبير للأزمة، وأن يكون هناك تواصل مباشر مع المعنيين بالأمر من أجل إيجاد الحلول الناجعة. لا يمكن من خلال يعني المكاتب أو القرارات الحكومية بشكل مباشر أن تحل الوضع، لابد من الإشراك والتشارك من أجل إيجاد الحلول الكافية، لأن هناك فعلا قطاعات تضررت بشكل بليغ، وأيضا هذا الانتقال من حكومة إلى أخرى جعل يعني الأمر يأخذ القليل من الزمن من أجل بلورة رؤية. يمكن أن نقول بأن بعض معالمها من خلال استراتيجية موجهة لقطاع السياحة قد يعني أخذت في الإقلاع، لكن لا يمكن أن نحكم أو نقيم هذه الخطوات من فعاليتها ونجاعتها إلا بعد مرور يعني أيام المقبلة، ونرى فعلا هل هناك خطة ناجعة للإقلاع اقتصادي حقيقي. جيد. على مستوى كل القطاعات المتضررة. طيب، ابقى معي، أعود إليك في سؤال ختام أستاذ يوسف. أستاذ محمد ذهبي، هل الحكومة برأيكم مستعدة قادرة على الوقوف مع المتضررين خاصة أصحاب المهن الصغرى السياحة، أم أن الوضع المالي لا يسمح لها؟ ما المطلوب عمليا الآن من الحكومة فعلا؟ كما هو معلوم بأن الحكومة بدأت في اتخاذ مجموعة من التدابير من أجل دعم بعض القطاعات المتضررة، خصوصا القطاع السياحي، لأنه اليوم نرى بأنه هناك دعم للقطاع الفندقي بمليار ديال الدرهم، كذلك دعم للقطاع الفندقي والنقل السياحي، وفيما يخص القروض يعني تأجيل أداء القروض البنكية، كذلك فيما يخص أداء إعانة مالية مباشرة لأجراء العاملين في القطاع ديال النقل السياحي والفندقي، وكذلك وكالة الأسفار. ولكن عندما نراجع هذه المساعدات نجد أنها أقصت قطاع أساسي ومهم هو قطاع وكالة الأسفار،
لأنه كان من المفروض إعفاء من ضرائب، كذلك إعفاء من أداء القروض أو تمديد عملية أداء القروض لمدة سنة، تأجيلها يعني مدة سنة، كذلك دعمه فيما يخص أداء الفوائد القروض. يعني تم استثناء القطاع ديال وكالة الأصفار من هذا الدعم، كذلك بخصوص القطاع التجاري وبعض القطاعات الأخرى، يعني ممولي الحفلات الذين ترتبط بهم عدة قطاعات أخرى، وبالتالي لم يكن هناك دعم مباشر لهذه القطاعات. لدينا كمنظمات نقابية وعود من طرف الحكومة من أجل إيجاد حلول لتلك القطاعات ومساعدتها، خصوصا في عملية تأجيل أداء القروض، في عملية إعفائها من الضرائب، خصوصا الضرائب المترتبة عليها خلال سنتي 2020 و2021. كذلك هناك وعود من أجل دعمها وتسهيل عملية ولوجها إلى القروض البنكية من أجل الإقلاع، يعني إقلاع مجموعة من القطاعات المتضررة، خصوصا القطاع الصناعة التقليدية الذي تضرر بشكل كبير، خصوصا أنه مرتبط بالسياحة ومرتبط كذلك بمجموعة من الأمور الأخرى التي تضررت، خصوصا على مستوى مثلا الإنعاش العقاري، على مستوى بعض القطاعات المرتبطة بالصناعة التقليدية. وهناك توجه يعني حكومي ووعود، لأن اليوم لدينا حكومة مشكلة من ثلاث أحزاب، وتلك الأحزاب الثلاثة جاء برامجها انتخابية يعني بناء على الجائحة وعلى دعم القطاعات المتضررة من الجائحة، وبالتالي هناك أمل لدى مجموعة من المقاولات الصغرى والجد الصغرى والمتوسطة العاملة في الميدان التجاري ولا الصناعة التقليدية أو السياحة أو مجموعة من القطاعات المتضررة، لها أمل على أساس أن الحكومة المغربية الحالية التي كما جاء على لسان الأخ على كوش لم يمر على تنصيبها إلا 100 يوم، ونحن ننتظر أن تكون هناك مجموعة من الإجراءات المحفزة والداعمة لتلك القطاعات. طيب بالنسبة إليكم على الأقل يا أستاذ محمد، هل هناك وضوح في الرؤية أن الحكومة فعلا ستقدم على مساعدة المتضررين ولو جزئيا من الجائحة، أصحاب المهن الحرة والمقاولات وغيرها، أم أنها ستبقى وعود كما تعود السياسيون عادة؟ لم تبقى في إطار وعود، لأنه اليوم بدأنا بالقطاع السياحي، جزء من القطاع السياحي يعني النقل السياحي والقطاع الفندقي، وكذلك القطاع ديال وكالة الأصفار الذي ننتظر أن يعني تراجع الحكومة بعد الأمور لدعمه بشكل مباشر. ولكن هناك لجان قطاع على مستوى بعض الوزارات، مثلا وزارة التجارة والصناعة خلقت لجنة مشتركة مع ممثلين مهنيين، الأساس منها هي إيجاد بعد الحلول لدعم خصوصا القطاع التجاري. بدأنا في مجموعة من الإجراءات الدائمة لهذا القطاع من خلال خلق هذه اللجنة، من خلال إيجاد دعم مباشر للقطاع التجاري، كذلك على مستوى القطاع الصناعة التقليدية هناك حوار مفتوح اليوم من أجل إيجاد حلول دائمة لهذا القطاع. وبالتالي ليست المسائل عبارة عن وعود، ولكن عبارة عن فتح حوار مباشر من أجل إيجاد حلول منطقية ومعقولة لدعم هذه القطاعات. شكرا لك أستاذ محمد الذهبي، الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن، كنت معي من الرباط. أستاذ يوسف على كوش، بالعودة للقطاع التعليم، ما هو الضرر اللي يمكن نقول أنه فعلا ضرر بالغ ألحق بقطاع التعليم بسبب طبعا الجائحة، وإن كان هناك موضوع واضح وضرر واضح، ما هي أسباب تدارك ذلك؟ أول شيء يمكن رصده من خلال يعني جائحة كورونا بمتحوراتها هو تكافؤ الفرص. قطاع التعليم لا يمكن أن نتحدث عن تكافؤ فرص في ظل الجائحة، لأن مستويات التفاوت بين المؤسسات، بين الجامعات، بين الإمكانات الفضية، مع تعليمي عن بعد، مع هذه الاختبارات عن بعد، مع توقف اضطراري الدراسة أحيانا وتغيير أنماط التعلم، كل ذلك يؤثر بشكل مباشر على تكافؤ الفرص بين الطلبة، وبالتالي على مستوى التحصيل الدراسي، لا سيما وأن كما قلت في السابق الطفرة
التكنولوجيا أو الرقمية لم تكن في الموعد، رغم أن مرت أزيد من سنتين على الجياح، بمعنى انتقلنا من مرحلة الاستثناء إلى مرحلة التعايش، لكن لا زالت الآثار بادية على قطاع التربية والتكوين من القطاع المدرسي إلى التعليم العالي. يعني الخيارات المتاحة تبقى ضئيلة مع الإمكانات المتوفرة، الأطر التربوية والأطر الإدارية والطلبة والتلاميذ كلهم يبذلون مجهودات من أجل الاستمرارية البيداغوجية كما تسميها الوزارة، أيضا مع استمرارية في تحصيل دراسة سواء حضوريا أو عن بعد. لكن نقول بأن قطاع التربية والتكوين أيضا كما الحال في العالم، لأن هذه الجائحة داهمت العالم بأسره، المغرب ليس استثناء، نفس الوضعية التي يعاني منها العالم في إطار تكافؤ الفرص، في إطار يعني التحصيل الدراسي يتأثر بشكل مباشر من التوقفات الاضطرارية، من تغيير أنماط التعلم من حضوري إلى التعليم عن بعد، يؤثر حتى في جودة التعلمات المقدمة، لا سبيل يعني تجاوز ذلك إلا من خلال تفكير ماليا في الطفرة الرقمية بالجامعات بالمدارس، وأيضا في التغيير والتفكير الجذري لتغيير نمط الامتحانات الذي لا يسير يعني طبيعة الجائحة. وبالتالي كان حريا بكل السلطات التربوية أن تفكر في هذه السنتين إلى أنماط جديدة لتقييم التعلمات ولتقييم يعني التحصيل الدراسي، وأيضا إلى الدورات الفروض والمراقبة والدورات الامتحانية، وأيضا في الامتحانات الإشهادية، وأيضا في تصديق المواد والمجزوءات على المستوى الجامعي، أن تفكر في أنماط جديدة للتقييم وأيضا تتبع الامتحانات تخالف الوضع الحالي الذي يعتبر نظاما شائخا أو تقليديا لن يسير ما سيستجد لا قدر الله واضح جدا أوضاع صحية كانت في المستقبل، لا سيما أننا نعيش السنة الثانية على التوالي من الجائحة. شكرا جزيلا أستاذ يوسف على كوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، كنت معي من الرباط سيدة شريفة الموير. في إطار الحديث على الجائحة والوضع الاقتصادي وغيرها، بتقديرك ما هي، هل برزت على الأقل بالنسبة إليك كمراقبة إلى حد الآن الأولويات التي يجب أن تسير فيها حكومة سيد عزيز أخنوش؟ هل هناك وضوح بالنسبة إليك كمراقبة فيما تريد أن تفعله في أولويات حكومة عزيز خنوش بعد مرور الآن أكثر من 100 يوم على تنصيبها؟ مما لا شك أن أولى الأولويات اليوم المطروحة أمام الحكومة من خلال تدبير جائحة كورونا هو الجانب الاجتماعي. اليوم الحكومة فعلا هي حكومة تعيش يعني معتمدة منذ 100 يوم. انتظارات المغاربة كانت يعني لا زالت كبيرة جدا، لأن سقف الوعود الذي جاءت به الحكومة هو كان مرتفع جدا. من غير المنطقي اليوم أن نراهن أو لا ننتقد عمل الحكومة بأنها جاءت بشكل سلبي، خاصة أنها اليوم هي جاءت يعني بعد جائحة كورونا عمرها يعني فقط 100 يوم. لذلك فحتى انتظارات المواطنين هي يجب أن تكون واقعية، أنها رهينة بنتائج، نتائج لن تكون فورية، يعني هي نتائج مرحلية، هي نتائج تأخذ وقت، لكن لكي نكون يعني محايدين واقعيين، يعني الحكومة هي جاءت بعد جائحة كورونا، لكنها جاءت أيضا بعد التبني المغرب لمشروع نموذج تنموي جديد، جاءت بعد إعطاء الملك لمجموعة من الخطوات الاستباقية في إطار التدبير لجائحة كورونا، يعني إعانة صندوق كورونا، إعانة كورونا، أيضا المشروع الصحي الاجتماعي الذي سوف يخلق
الذي سوف يخلق قفزا في ويحقق الامن الصحي للمغاربه وخاصه للفئات معينه من هذا المجتمع. لذلك اليوم الحكومه هي مطالبه بالتسريع وتيره تنفيذ كل هذه المشاريع وكل هذه يعني التدابير التي من جهه سوف تحمي المواطن يعني وايضا تحمي حتى المشاريع بالنسبه المشاريع على المستوى الاقتصادي، يعني حتى الجانب الاقتصادي المغرب راهن من قبل على صحة المواطن على حساب الجانب الاقتصادي. اليوم الحكومة هي مطالبة بإعادة أو يعني مواصلة هذه الحماية من خلال تدابير جديدة. نعم. اليوم المغرب يعني نحن في مرحلة تعايش مع يعني جائحة كورونا خاصة بعد سنتين. الإجراءات المؤقتة الإجراءات يعني الارتجالية اليوم المغرب ليس بحاجة إليها. اليوم المغرب بحاجة إلى إجراءات رزينة، إجراءات مبدعة في العديد من يعني المستويات التي ستحمي المواطن والاقتصاد. شكرا. وكل الميادين الأخرى. شكرا. شكرا جزيلا لك سيدة شريفة المويل الباحثة للشؤون السياسية، كنت معي من الرباط. ونختم مع الدكتور عبد الرحيم الشاب، طبيب أخصائي في الأمراض الحلق والأنف والأذنين من الرباط كذلك. مرحبا بك دكتور عبد الرحيم. الوضع الوبائي، هناك من خلال المراقبة تزايد في عدد الإصابات بفيروس كورونا، وفي مقابله كذلك عزوف كثير من المغاربة ربما أكثر من 70% لم يذهبوا لتلقي الجرعة الثالثة أو الجرعة المعززة كما يقال. الإحصائيات تتحدث عن 22% فقط ممن تلقوا هذه الجرعة. كيف هو الوضع هناك؟ هل هو تحت السيطرة أم يخشى خروجه عن السيطرة إذا ما تخلف المغاربة عن التلقيح؟ شكرا على السؤال. لأن أريد أن أقول بأن المغرب الحمد لله منذ بداية الجائحة كانت هناك سيطرة شبه تامة عن طريق سياسة محكمة اللي دخلت فيها وزارة الداخلية ووزارة الصحة اللي داروا واحد العمل جبار، حتى أنه المغرب أصبح من دول العشر الأوائل فيما يخص يعني علاج هذا الوباء. نعم. رقم واحد في افريقيا. علاش؟ لان صحيح في الاول كان هناك ارتباك كيف يمكن ان نتعامل مع هذه الجائحه، ولكن مع مرور الزمن يعني بطريقه سريعه تمت السيطره على، وذلك من خلال يعني فرض اللقاح على المواطنين، وتم اللقاح في الجرعه الاولى والجرعه التاليه. هناك اصابات صحيح، ولكن اذا شفنا قراوا الارقام غادي تلقاو بان الارقام ديال المغرب منخفضه جدا مقارنه بالدول لا اوروبيه ولا افريقيا. مثلا وصلنا دابا الان 9000 اصابه الى حد الان، ولكن يجب ان نجيب ارقام اخرى من مدن اخرى تلقاو ثلاثه او اضعاف. الجرعه الثالثه بالفعل هناك يعني تباطؤ بالنسبه للمواطنين كما قلت 70% مازال، ولكن هناك تحسيس، هناك يعني واحد المجهود جبار اللي كيدار باش الناس كيمشيو. والان راهم كيتلقاو الجرعه ديالهم يوما بعد يوم، ويعني العدد كيرتفع من ناحيه ديال الناس اللي كينخرطوا في التلقيح المره الثالثه. هناك سياسه محكمه انتم شفتوا اللي قررت مثلا راس السنه تمت يعني توقيف جميع المطارات واغلاق الحدود حتى لا يمكن الاخرون بان يجيو المغرب ويعادوا المغاربه. يعني كانت هناك سيطره وكانت هناك اتخذت حتى عبره بالنسبه للسنوات الاوائل ديال 2020، لان كان هناك واحد يعني كان الناس كيدخلوا كيخرجوا عبر الحدود وكانت هناك اصابات، ولكن لما عرف كيف يتحكم في الامور قام باغلاق الحدود وبيسير مع الاجراءات الاحترازيه المعروفه عند الجميع، وليس هناك قلق كما يقول، هناك ادعاءات يقول هناك تفشي اوضاع، ليس هناك تفشي اوضاع، الامور غاليه. يعني حتى العدد ديال الاصابات الان وصلنا 22 اصابه اليوم. طيب. و 22 حاله اللي تفاصلوا في ظرف الساعات مقارنه مع 36 مليون ديال المغاربه، هذا واحد العدد دقيق جدا.
نحن احنا كسياسه فيما يخص يعني تطويق هذا الوباء هي سياسه محكمه لا يمكن ان ولكن جيد. طيب دكتور عبد الرحيم الدكتور يعني الان في اوروبا على سبيل المثال عدد الاصابات مرتفع جدا، يعني فرنسا وصلت في فتره وفترات قبل ايام الى 300 الف ويزيد، بريطانيا 100 الف ويزيد، المانيا، ولكن برغم ذلك البريطانيين على سبيل المثال الاسبوع القادم الخميس القادم سترفع كل القيود حتى جواز هذا التلقيح حتى لدخول اماكن المغطاه مثل مش عارف السينما وغيرها سيرفع، والمقاهي سيرفع، لن يطلب من اي واحد الاستظهار بذلك. بولندا اليوم كذلك ايامات العزل من 10 صارت 5، ويبدو ان اوروبا متجهه نحو ما يسمى بالتعايش مع الفيروس. هل سياسه التعايش الان وارده في المغرب، خاصه انه هناك عدد اخذ جرعتين ويمكن بعد الجرعتين أن يكون الإنسان على الأقل محمي نوعا ما أو بشكل كبير، هل هناك إمكانية للاتجاه بهذا بعملية التعايش ورفع كل القيود، خاصة لما تنظر دكتور إلى الجانب الاقتصادي؟ هناك تضرر كبير خاصة قطاع السياحة والنقل وغيره في المغرب. نعم، بطبيعة الحال نفس الاحتياطات اللي وقعت في اوروبا غادي توقع حتى في المغرب بطبيعه الحال، لان الفيروس كما نعرف انه لما كيصيب واحد العدد كبير ديال الناس وكيتم الوفيات وكيمرضوا الناس، ولكن اذا كان يعني مع المده كيوقع واحد الضعف، كتكون مناعه جماعيه. نعم، هذا المناعه الجماعيه بدا الجميع يعرف بانه ولو ان الفيروس يصيب الناس اللي داروا الجرعه الاولى والثانيه ما كيكونش واحد يعني مضاعفات خطيره بالنسبه للانسان اللي ما عمره ما دار الفاكسان. دونك هنايا كتكون المناعه الجماعيه، وبدا الجميع يعرف لا في اوروبا ولا في المغرب بانه رغم ان الفيروس لا زال منتشرا، الا انه لما كتلقى عدد الناس كلهم تلقاو الجرعه الاولى والثانيه ومنهم من تلقى الجرعه الثالثه، هاد الناس ولو يتصابوا بالفيروس ما غاديش يوقع لهم مضاعفات خطيره. وبالتالي هذا علاش دفعت اوروبا الى رفع الحدود والى محاوله الى الرجوع الى الحياه الاقتصاديه والاجتماعيه العاديه، وحتى المغرب غادي ينهج نفس الخطه بطبيعه الحال، لان المغرب يتعايش اقتصاديا واجتماعيا مع الدول المجاوره، اذا رفعت الحدود حتى المغرب غادي يرفع الحدود. نعم. نفس الاتجاه ديال السياسه الصحيه اللي كاينه في اوروبا هي اللي غادي تكون في المغرب، بل افضل، لان كما قلت في الاول تم السيطره على تحرك الفيروس في جميع انحاء المغرب. واضح. لذلك ان شاء الله نتفائل بان تعود الامور الى حالها تقريبا. شكرا جزيلا دكتور عبد الرحيم الشاب، الطبيب الاخصائي في امراض الحلق والانف والاذنين، كنت معي من الرباط، شكرا جزيلا للمشاركه والافاده. مشاهدينا الكرام، فاصل ثم نعود لنستكمل الجزء الثاني والمتعلق طبعا بالرياضه واداء الفرق العربيه المشاركه في بطوله كاس افريقيا المقامه في الكاميرون. فاصل ونعود، تفضلوا بالبقاء معنا.